بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 19 من شهر نوفمبر لعام 2023 للميلاد، حيث ننطلق في أسبوعنا السادس لسن الكبار، وهذا اليوم الخاص بحولي وزمول أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات، حيث ننطلق مع 16 شوطا. أعلنت أول الانطلاقات والشوط الأول الخاص بذلل المحليات الأصايل. نسير مباشرة مرحبين بكل الحاضرين، مرحبين بكل المتابعين خلف شاشة ياسر الرياضية، الشريك الإعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الأصيلة. على بركة الله نسير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. المركز الأول هذه عز السهيل بن مبارك بن مرخان يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم نو عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري يقدم نو أحد الأسماء الخطيرة في هذا الشوط باندفاعاتها المتعودة وانفرادها منذ البداية، حيث تأتي وتتصدر هذه القائمة وتغير من المركز الثاني إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز القادمة في هذه اللحظات، هذه أيضا الطويلة لسعيد بن علي بونواس الاكتبي، يتقدم أحمد بن علي بونواس بهذه النجمة الحمراء التي بداخلها مليون ناموس، حيث يأتي في المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع وصول من ريم السهيل بن ثعيل بن صقر العامري، خذت المركز الرابع هذه الرباعية وبقيادة نو. المركز الخامس تأتي منصورة في هذه اللحظات، عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي وصل في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات يتقدم هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، بينما الدخول الآخر والوصول القادم العاند حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتقدم مع العاند، بينما تقدمت هذه اللحظات ووصلت هذه اللحظات طموح للشاعر مبارك بن حمد بن عود العامري، يتقدم في هذه اللحظات ابو مسلم ويقدم لنا طموح، هذا الطموح ولا فلا مع بالعود سواء في سن الكبار او في سن الصغار، يتواجد ابو مسلم اينما كانت الاحداث. نتمنى لطموح ولجميع المشاركين التوفيق والنجاح والفلاح باذن الله تعالى. الوصول من الحقه خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ياتي من خلال هذه المتابعة الرائعة وهذا الانطلاق، يتقدم بن رشيد ولكن شوفوا الوصول والدخول، هذه غادة علي بن الدحبة بن سعيد بن زفن العفاري، مرحبا بغادة وعودتها لعالم سباقات الهجن، أحد الأسماء القوية في عالم سباقات الهجن، خذت المركز التاسع. المركز العاشر، المركز العاشر هذه تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي، يتقدم من خلال هذه المتابعة وهذا الأداء المتميز والرائع. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام في هذه الاندفاعات القوية وهذا التحدي المثير، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. اللي غيرت في هذه اللحظات، اللي غيرت في هذه اللحظات هذا بن مرخان يتقدم مع عز السهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي، يأتي في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هذه الطويلة سعيد بن علي بن نواس الاكتبي نوف المركز الثالث لعيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات وياتي في هذه الانطلاقات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في هذا الاندفاع القوي في هذا التحدي المثير.
المركز ايضا الثالث. وصل بالرشيد في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذه الاندفاع ومن خلال هذه الانطلاقة. يا سلام يا بن رشيد، يصل ليقدم لنا الحق خليفة بن سلطان بن رشيد. وصل الطموح، بدأت تغير من مركز إلى آخر، بدأت تتقدم لمبارك بن حمد بن عود العامري. يقدم لنا طموح بهذا الانتقال الجميل، بهذا الأداء المتميز والرائع. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، تأتي طموح لمبارك بن حمد بالعود العامري. بدأت تأخذ المركز الثالث، المركز الرابع مع بن مرخان، المركز الخامس وصل في هذه اللحظات بن زيتون، حمد بن عوض بن زيتون المهيري. يقدم لنا العاند، وصلت العاند مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، الله على هذا الأداء المميز الرائع والمميز والرائع والجميل في منافسات هذا الصباح، في منافسات هذه الانطلاقة المميزة والرائعة. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نأتي بالانطلاقة الأخرى. وصل الخيالي ليقدم منصورة عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي. وصلت غادة علي بن الدحبة بن سعيد بالزفنة العفاري، يتقدم مع غادة في هذه اللحظات. بينما هناك تعويض، منصور بن علي بالخصم الاكتبي. وصل العبقري في هذه اللحظات ليقدم لنا حلم، ايضا تتقدم بشعار ناصر بن علي بن حمد النعيمي. وصول رائع وجميل، الوسمية القادمة من الزاوية الاخرى، القدوم في هذه اللحظات لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي. مرحبا بالوسمية ومرحبا ابو راشد الذي يقدم واحدة من الاسماء القوية بقيادة علي كاسات علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. يتقدم ابو محمد ويقدم لنا الوسمية وانطلاقاتها القوية صاحبة الرمز العام الماضي. هنا في ختامية الوثبة يتقدم مع الوسمية ومع هذه الانطلاقات القوية، ولكن طموح الطموح مع بالعود، الطموح مع بالعود لا ايضا يقف دائما مع نقطة معينة، بل يسير الى الامام، يسير الى المقدمة. ولكن اللي غيرت الحق الخليفة بن سلطان بن رشيد حميد بن محمد بن رامس. يتقدم بن محمد اليحافي، يقدم هذا الشعار الذي سجل انجازات قوية في هذا الموسم. طموح في المركز الثاني، مبارك بن حمد بن عود العامري يتقدم مع طموح. المركز الثالث العاند، هناك حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا العاند. المركز الرابع أبو نواس وصل ليتقدم من خلال أيضا هذا الاسم ومن خلال هذه الانطلاقة. سعيد بن علي أبو نواس الاكتبي مع الطويلة واصلة. وصلت الوسمية لسعيد بن سهيل بالدليوي، يتقدم مع الوسمية. ولكن وين الموقع؟ الكيلومتر الأخير المثير. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في هذه الاندفاعات المميزة وبقيادة بن رشيد على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، على الانطلاقة الأولى. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هناك يتقدم مع المركز الأول. والله المركز الثاني طموح، ولكن راح بن رشيد مع الحق خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية. يتقدم بأداء متميز وجميل كالعادة بالعود ما قالها شيء في المركز الثاني. طموح والعصا في الابطان. مبارك بن حمد بن عود العامري يقدم هذه الانطلاقة وأيضا هذا التميز الجميل. ولكن تهانينا لأهالي جميرة وشواطيها. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم. سلام بو مانع، سلام لحميد بن محمد بن رامس اليحافي، من يقدم الحق في المركز الأول ولحظات وصولها. تهانينا والناموس على هذا الفوز ولحظات الوصول مع خط النهاية، معلن هذه الانطلاقة.
المركز الثاني وصلت فيه ايضا العاند لايضا هناك حمد بن عوض بن زيتون. المركز الثالث وصول من شعار ايضا عز سهيل بن مبارك بن مرخان. المركز الرابع طموح لمبارك بن حمد بن عوض والعصافه الابطال. المركز الخامس الوسميه وصلت لسعيد بن سهيل بن دريوي. الكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، هذا الشوط الجميل، هذا الشوط المميز الذي نشاهد من خلاله هذه الأسماء التي شاركت في هذا الصباح. التوقيت الزمني مع الحقة خليفة بن سلطان بن رشيد 9:29 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان الوصول جميلا في ثاني المراكز. هناك العاند لحمد بن عوض بن زيتون المهيري 9:32 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث هناك من وصلت اللي هي عز السهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي 9:33 ثمان أجزاء من الثانية. ناخذ المركز الرابع والخامس. الشوط الأول المركز الرابع كان الطموح مبارك بن حمد العود العامري والعصافة فلبطان. تهنية لأيضا مبارك مطار بن حمد بالعود المتابع لهذه الانطلاقة ولهذا الشعار. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع في هذه الانطلاقات المميزة. شوط جديد وانطلاقة مميزة، والزميل حمدان اليحافي ولكم حسن المتابعة.